هي هكذا تحلل، تأخذ، تستنشق، تقرر. يعني الشعيرات هذه، هنا سأتوقف معك، هذه الشعيرات الكثيرة ليست عبثا حتى على أرجلها، لها مهمة تحليل ضغط الهواء الذي يضغط عليها لكي تتفادى الضربات وتتفادى الحشرات الأكبر منها المفترسة مثل الضفادع مثل كذا. فلذلك لديها هذه الأجهزة الحساسة تستخدمها. هنا العلماء درسوا سر إقلاع هذه الذبابة في الاتجاه الصحيح. يعني أنت عندما تضربها هكذا لا تقلع باتجاه الضربة، تقلع في الاتجاه الصحيح، تهرب منك باتجاه الضربة، باتجاه معاكس للضربة لكي تتفادى الضرب. طيب ما الذي يحدث؟ كيف تتوازن في طيرانها؟ انظر إلى هذا الجزء الصغير الذي يهتز هنا الأصفر، رأيته؟ تمام. على الجنب. هذا يدعى هالتر، انظر كيف يهتز هنا. هالتر يعني مجداف صغير هنا وراء الجناح، هذا هو الجناح. لا. وهذا هو، انظر كيف يهتز. هذا مهمته أن يجري عملية توازن مثل الصاروخ الفضائي، يحتاج إلى توازن. سبحان الله. هذه البعوضة لها نفس هذين المجدافين هنا، انظر. انظر هنا، دي حركة الطيران صح؟ نعم، حركة الأجنحة. وهذا الجزء هنا، يوجد واحد مقابله هنا، هذا مهمته أن يعمل توازن للذبابة. إذا نزعت هذا الجزء، الذبابة لا تعرف كيف تطير وستموت بعد ذلك. زي الأجنحة يعني، ضبط اتزان لها في الجو. بالضبط، مثل الموازن. يعني السفينة تحتاج إلى موازن، الطائرة كذلك، جهاز توازن. سبحان الله. الصاروخ يحتاج غير الأجنحة. غير الأجنحة، وكأن الأجنحة مهمتها الحركة، الهالتر مهمته التوازن. التوازن بالضبط. انظر هنا هذه البعوضة كيف، انظر كيف يتحرك مع الجناح. ويوازن، ونهايته ثقيلة. الآن سنراه بالمجهر الإلكتروني، سترى شيء عجيب جدا. هذا هو الذباب يطير ويتحكم، هذا يعسوب طبعا. فلذلك هذا هو، سأتوقف هنا لأرى التركيب المعجز لهذا الهالتر، هذا المجداف هنا، انظر مثل القدم. الله أكبر. معظم كتلته تتركز هنا، وهنا مفصل دقيق جدا. وهذه الشعيرات أيضا مهمتها التقاط المعلومات من البيئة الخارجية، ضغط الهواء. هذه الشعيرات أصغر من الشعيرات لا، مهمة إضافية أيضا، معلومات تلتقطها وتدخلها إلى دماغها وتحللها خلال 1/10 ثانية، وتتخذ القرار إلى أي اتجاه تطير، يمين أو يسار. أو معلومات خاصة بماذا؟ بالاتجاهات؟ بالاتجاهات، لأنك عندما تريد أن تضرب هذه البعوضة، حركة يدك الخفيفة تغير ضغط الهواء مثلا على الجانب الأيمن. أيوة. بينما الجانب الأيسر يكون ضغط الهواء عادي. فتدرك أن الضربة ستأتي من هنا بسبب تغير ضغط الهواء. أكبر. فتطير في الاتجاه الآخر. فتطير في الاتجاه الآخر. لذلك هي لها اثنتان. وبالتالي دكتور، هل يستوي معها نضربها من عنده ومن قدام أم من الخلف؟ يعني من أمام عيونها أم من خلف عيونها؟ هي تشعر بأي ضربة في أي من أي مكان؟ من الأمام ترى بأعينها، من الوراء ترى بهذه من الفوق بهذه الحساسة. ده إيه بقى؟ هذا هو الهالتر بعد التكبير، انظر كيف يظهر. الله، هذا الجزء الصغير الذي رأيناه هنا، دعني أراه هنا، انظر. هذا هو الجزء الصغير الأصفر هنا الذي يهتز، انظر. هذا الصغير الرفيع اللي تحت ده. نعم هذا الذي يهتز هنا. أيوة. هذا الجزء عندما تم تكبيره تبين أنه معقد جدا، وهنا في الذباب يوجد اثنتان، انظر، واضح. تمام. نعم. واضح. عندما تم تكبيره بالمجهر الإلكتروني، هو الذي يتحرك. نعم. وكأنه المطرقة، كأنه مجداف. مطرقة. مجداف. مهمته أن يحدث توازن أثناء ونفس الطيران. حركة الجناح بالمناسبة، يعني ونفس الحركة بالضبط، بالتوافق مع حركة الجناحين. يعني انظر، سبحان الله، لما تم تكبيره ماذا رأى؟ عندما تم تكبيره، انظر، هذا هو بالتكبير، هذا هو. الله. هكذا يظهر. هذه الشعيرات الدقيقة. نعم، شعيرات دقيقة صغيرة. لا نراها إلا بالمجهر الإلكتروني. مهمتها قياس
درجة حرارة الهواء وضغط الهواء وإرسال المعلومات لدماغ الذبابة لتتخذ القرار خلال 1/10 من الثانية. هي مخها فين أساساً يعني؟ في رأسها. رأسها قد كلها قد كده. يعني دماغ صغير جداً. بالضبط. اللي بياخد المعلومات من كل الأهداب والشعيرات دي بيودها فين يعني؟ هو يرسلها عبر إشارات عصبية إلى الدماغ. والدماغ الصغير جداً الذي مثل رأس الدبوس يحلل كل هذه القدرات موجودة. البيانات دي كلها يستوعبها؟ يستوعبها أعقد من الكمبيوتر طبعاً. هذا بكثير طبعا. لا ده كلمنا عن انطباعك الشخص لما قرأت هذا البحث ورأيته. بل الذي جال أنا حقيقة وأنا أرى هذا الفيديو أنا رأيته لأول مرة من كام يوم يعني. فأعيش في حالة خشوع وأنا أرى. ولا تخطر ببالي إلا آية واحدة فقط. أيوة. والله وما قدر الله حق قدره. سبحان الله. هذا الإله يعني هذا إله يكفر به أو يجحد به سبحانه وتعالى. لا يعني انظر هنا. فقط أريد أن أتابع معك هذا الفيديو لكي نرى. انظر هنا تم نزع انظر تم نزع هذا الهالترز تم نزعهما. انظر الطيران مختلف. انظر كيف تهوي. فقدت كل التوازن. لم تستطع أن تتوجه لا يمينا ولا يسارا. هنا العلماء أزالوا هذا الجزء. عندما تم إزالة هذا الجزء ما الذي حدث؟ لا تستطيع الطيران تدور وتلف زي الطائرة بالضبط المضروبة. بالضبط. وقع. سبحان الله. سقطت. تفقد السيطرة وتفقد إحساسها. ما هذا الفيديو؟ ماذا يظهر؟ هذا الآن. أيوة. بعد أن درس. ودعني فقط أشاهد هنا لننتهي من هذه النقطة. طارت وسقطت وقعت. إذن جزء صغير جدا يتحكم بالذبابة بأكملها. بالهلطة. وهو صغير جدا أقل من ربع مليمتر. هذا الجزء الصغير. مش لاقيين الهالتر ده متوصل بإيه بقى جوه؟ يعني متوصل بالمخ مثلا بيتوصل. هناك نهايات عصبية وكلها تنتهي إلى الدماغ. لا إله إلا لإرسال الله. المعلومات. سبحان الله. إلا الله. سبحان الله. الله. سبحان الله. انظر هنا. طب وضعا بس مقاطعة مع ده. فضل. هي تموت بعد قطع هذا الهالتر أم تقع لا هي تموت يعني. بفعل أنها لا تستطيع مقاومة أي مفترس. من السهل أن تقتل أو يقضى عليها. يقضى عليها بسهولة. يعني لما قطعوا الهالتر أو يعني مثل أنا جردتك من سلاح. أسلحتي. أنت في معركة وجردتك من أهم سلاح لديك هو هذه المجاديف الصغيرة هذه التي لم تكتشف إلا حديثا على فكرة. خلال الفترة الماضية فقط. الله لا يخلق ذبابة ولو اجتمعوا له. سبحان الله. لا ده انا عايز اعيش معاك حتى جميله كده بالراحه ما تاخدنيش بسرعه كده. يعني اذا في قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له مؤثره غير عاديه بالفعل مقصوده لذاتها. من حيث ماذا؟ قول لي من حيث ماذا. يعني كان الله يريد ان يقول تركيب الذباب او تشريحها. انظر الى التعقيد المذهل في الذباب. واذا كنت خطاب للملحدين يا ايها الناس طبعا مؤمن والملحد لا. إذا كنت تعتقد أن هذا الخلق جاء بالمصادفة أو نتيجة تطور عشوائي طيب اصنع مثله. فقط هذا الجزء الصغير اصنع مثله لن يستطيعوا. أو الأصنام حتى التي كانوا يعبدونها. نعم نعم. صح. الذين يعبدون من دون الله مش ما تعبدهم من دون الله لن يخلق هذا. بالضبط. بالأرجل بالأجنحة بالهالتر بالشعيرات بالأهداب. دي دولة متحركة يا دكتور. يعني. الآن الذي لفت انتباه العلماء أن الذبابة انظر هنا تستطيع التعلق بالأسقف الزجاجية. هذا سقف. هذا ضمن التجربة سقف زجاجي تتعلق بسهولة. طيب كيف تتعلق مع العلم أن نهاية أرجلها فيديو تاني مع ذلك. نهاية يعني هي طايرة بطنها للأعلى وظهرها للأسفل. تطير بالعكس كل الاتجاهات. مش كده؟ وتتعلق. انظر هنا كيف تطير بكل الاتجاهات. بس ما عكس الجاذبيه. الجاذبيه بتشدهاش. نعم. لا هو الطيران. هي تطير عكس الجاذبيه. العلماء احتاروا كيف تستطيع ان تتعلق بمخالبها الصغيره. انظر هذا المخلب هنا هذا يعني اقل من 1% من المليمتر. كيف تستطيع ان تتعلق؟
وزنها ثقيل بالنسبة لهذه المخالب. انظر ماذا اكتشفوا الآن، أخذوا هذا الجزء وكبروه، هذان مخلبان، سبحان الله، هنا مخلب رقم واحد ولكن هذه النسبة من التكبير لم تظهر لهم شيئا، فقاموا بإجراء تكبير آخر، أخذوا قطعة وإذا بها هذه الشعيرات هنا عبارة عن خراطيم. الله أكبر، الله، تقوم على تفريغ الهواء ولا إيه؟ تقوم بضخ مادة لزجة لاصقة تلتصق بالسطح الزجاجي، السطح الزجاجي أو الأملس أو غيره. آمنت بالله، لا إله إلا الله. يعني كل شعيرة صغيرة كل شعيرة صغيرة، كل أنبوب من هذه الأنابيب هذا طبعا بالمجهر الإلكتروني، حتى بالمجهر العادي لا يظهر هذا الشكل على فكرة. لا ده مكبر ملايين المرات. تفرز مادة لاصقة وتفرغ الهواء، يعني هذا الأنبوب يلتصق ويقوم على الضغط تماما، مثل نحن عندما نريد أن نلصق شيء هذه أحيانا في الزجاج بعض تفرغ الهواء تفرغ وتلصق هذه المادة اللاصقة باستمرار. سبحان الله، هي تفرز المادة أم المادة موجودة في جسمها؟ موجودة وتفرزها باستمرار. طب ولما تيجي تسيب بقى تشيل المادة ازاي؟ هي فقط يكفي أن تحرك جناحيها قليلا فتصنع ضغط أعلى من ضغط، تعمل خلخلة، بس خلخلة بالضغط فتقلع بمجرد تحريك الجناحين. هو ايه اللي قدام ده يا دكتور؟ يعني هي بتعمل بتعمل ايه اللي قدام تحت تحت العينين دي على طول؟ خرطوم. خرطوم ده بتاع ايه بقى؟ دي ارجلها الطعام. هو ده هنا أيوة. الخرطوم هذا من اجل الطعام، من اجل تذوق الطعام، افراز الماده الهاضمه، لانها هي تهضم الطعام خارج معدتها، تهضمه في الخارج، في الخرطوم ده تفرز المادة من الخرطوم فتختلط مع الطعام فيتغير تركيب الطعام كيميائيا، لا تستطيع أن ترجعه إلى التركيب الأولي. سبحان الله، بما يناسبها هي بقى. فعندما تفرز هذه المادة وتختلط بالطعام ويتغير تركيب الطعام، أنت لا تستطيع أن تستنقذ ما سلبته الذبابة منك. حتى العلماء لو اجتمعوا لا يستطيعوا إعادة الطعام لحالته الأولية، لأنه يتفكك كيميائيا ويتفاعل، لا تستطيع أن ترجعه. لذلك قال كسيرته الأولى، أيوة، يا أيها الناس، أيوة، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. أحسنت، انظر إلى السياق. أحسنت، زادك الله علما. سبحان الله.